إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نكمل الآن شرح البيت الرابع 63، ألا وهو قول المؤلف: فهي بلا اشتباه محبة في الله. وكنا قد بينا هذا الباب في مطالع شرح هذه القصيدة، وفي المجلس الذي سبق أيضا راجعنا فيه ما شاء الله تعالى أن نراجع كبيان المحبة في القرآن والسنة. وكان آخر ما توقفنا عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن عوف بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وبينا أن لفظة خيار أي أفضل، والأئمة يدخل في ذلك أئمة الدين والحكام، وأن أفضلهم هم الذين نبادلهم المحبة، وأن شرارهم هم الذين نبادلهم البغضة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يصلون عليكم وتصلون عليهم، وهذا يحتمل كل معاني الصلاة، وأظهرها الدعاء. يصلون عليكم أي يدعون لكم، وتصلون عليهم أي تدعون لهم. وفي هذا المقام نذكر المحبة عند السلف وفي أقوالهم، وكيف كانوا يعتبرونها ويعتبرون بها. فمما ورد أنهم كانوا يتعززون بمحبتهم لبعضهم ويفتخرون بها. فعن أبي حيان التيمي قال: رؤي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثوب، وكان يكثر لبسه، فقيل له فيه، فقال: هذا كسانيه خليلي وصفيي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن عمر ناصح الله فنصحه. وجاء هذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة. والمقصود من هذا أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يقدس ما يهدى إليه من الصحابة الأجلة الذين هم أكبر منه وأعلم منه وأعلى منه مقاما، كعمر، فهو الذي أهداه هذا اللبس، فجعل يكثر من لبسه فقط كي يظهر ذلك عليه. ومن الأعاجب أيضا في أن السلف كان الواحد منهم يشعر بحب أخيه له، وذلك من خلاله، وهذا فعلا تجسيد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جند مجندة، ما تآلف منها تعارف، وما تناكر منها اختلف. فقد جاء في كتاب الإخوان لابن أبي الدنيا عن مجاهد بن جبر رحمه الله قال: مر على عبد الله بن عباس رجل فقال ابن عباس: إن هذا يحبني. فقيل: أن علمت ذلك؟ فقال: إني أحبه. وكانوا يقدسون أيضا المحبة ويبذلون من أجلها كل ما يملكونه. فقد جاء في مكارم الأخلاق عن سفيان بن عيينة قال: سمعت مساور الوراق يحلف بالله عز وجل: ما كنت أقول لرجل إني أحبك في الله عز وجل فأمنعه شيئا من الدنيا. وقد أبدع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى، كما جاء ذلك في مجموع الفتاوى، حيث قال رحمه الله تعالى: إنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته، فكلما تصورته في قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته،
فازداد حبك لله كما إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله والمرسلين وأصحابهم الصالحين وتصورتهم في قلبك، فإن ذلك يجذب قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم وبهم إذا كنت تحبهم لله. فالمحبوب لله يجذب إلى محبة الله، والمحب لله إذا أحب شخصا لله فإن الله هو المحبوب، فهو يحب أن يجذبه إلى الله تعالى، وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله. وهذا الكلام كله مفرع عن قاعدة، وهي أن كل ما سوى الله لا يحب إلا لله، وأعني بهذا الحب الشرعي. فقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إنك إذا أحببت الشخص لله، وهذا يعني أنه لا تحب الشخص لغير الله، فكل ما سيأتي إنما لابد أن يكون منطلقا من رضا الله ومن حبك لله ومما تستوجبه محبة الله. قال كان الله هو المحبوب لذاته. إذا أحببت زيدا لأنه صالح، فالسبب إذا سئلت عن تلك المحبة تقول الصلاح، وهذا الصلاح إنما هو لله عز وجل، فلا تحب شخصا لصلاح لدنيا، إنما هو صلح لله فأحببت ذلك الصلاح، فجرك ذلك إلى أن تحب صاحب الصلاح، وجر ذلك إلى أن تحب الله الذي من أجله يؤتى بذاك الصلاح. ولهذا قال فكلما تصورته في قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته، فأنت تتصور ذلك الشخص في قلبك وتتصور السبب الذي جعلك تحبه، فتجد أنه الحق فتحب ذلك الحق وتزداد له حبا، وذلك الحق إنما هو يحب لأمر من الله عز وجل. قال فازداد حبك لله كما إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله والمرسلين وأصحابهم الصالحين وتصورتهم في قلبك، فإن ذلك يجذب قلبك إلى محبة الله المنعم عليهم وبهم. يعني أنه حتى الأنبياء وحتى أفضل الأنبياء ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحب ولا يحب سائر الأنبياء إلا لله عز وجل، لأنه أمرنا بذلك. وأما أن يحب رسول الله لذاته، أن يحب لأنه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يعرف عند السلف، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم حبه تابع لمحبة الله تبارك وتعالى. قال فالمحبوب لله يجذب إلى محبة الله، والمحب لله إذا أحب شخصا لله فإن الله هو محبوبه، فهو يحب أن يجذبه إلى الله تعالى، وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب إلى الله. وأيضا قال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره إلا بمذكر، أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. وقد ذكر هنا ابن قيم رحمة الله عليه فائدة دقيقة من دقائق النفوس وطبائعها وطبائع العلاقات التي بين الناس، فقال وعجبا لمن يدعي المحبة، أي من الناس من يدعي أنه يحب زيدا من الناس، وذلك وتلك الدعوة إنما هي في الله في زعمه، ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره إلا بمذكر. من المفروض أن الإنسان إذا أحب الصالحين طال عقله وطال قلبه في تذكرهم، فهو لا يعش عنهم أبدا، فيتذكرهم في كل حين، لأنهم أسباب تقربه إلى الله تعالى كما سبق في تأصيل شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وأما إذا قلت أنا أحب الصالح فلان ولكنك لا تذكره ولا تتذكره، فهذه دعوى باطلة، لأنه قال أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب.
فالمحبة إذا وقعت في القلب جهة شخص فإن أقل ما تفعله إنما هو أنها تذكرك. فإذا لم تتعد المحبة إلى الجوارح وإلى المال وإلى المواقف فإنها تبقى كأقل شيء كمطلق المحبة في القلب، يبقى معها التذكر، فإذا ذهب التذكر ذهبت المحبة. وقال أيضا رحمه الله في نفس الكتاب عن الفوائد: إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه، فكان الحب في مقدمة العسكر، والرجاء يحدو بالمطي، والشوق يسوقها، والخوف يجمعها على الطريق، فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت تقادم الحبيب باللقاء. وهذا من بديع كلامه رحمه الله، فهو إذا مثل فإنه يأتي بالأمثلة التي يعجز عنها كثير من الناس. فقد كان ابن قيم رحمة الله عليه من أوعى الناس عقلا وأدقهم فهما لسيما في زمانه، ولهذا كان إذا كتب مثالا أو مناظرة افتراضية فإنه يسوقها حتى كأنك تراها فعلا. ولهذا قال: إذا سافر المحب للقاء محبوبه. وهذا السفر لا شك أنه ليس على الحقيقة، وإنما هو بالفكر وبالتذكر وبالقلب والروح. قال: ركبت جنوده معه. ركبت جنوده معه أي كل مشاعره وكل جوارحه، فكان الحب في مقدمة العسكر. يقال في مقدمة وفي مقدمة، فكأن هذا الحب هو القائد، لأنه لم تتحرك الجنود إلا بتحركه، فإذا انعدم خملت الجنود ولم تتحرك. قال: والرجاء يحدو بالمطي. الرجاء وهو أن يطمع في لقاه وفي وصله، والشوق يسوقها أن يشتاق إلى أن يلقاه وأن ينظر إليه وأن يتبشش له، والخوف يجمعها على الطريق. الخوف يجمعها على الطريق، وهذا لا شك أنه معنى واسع، فالمراد بالخوف هنا الخوف من عدم اللقاء أو الخوف من الزلل بصفة عامة. فإذا شارف قدوم بلد الوصل، وهذا كناية على قرب اللقاء، خرجت تقادم الحبيب باللقاء، أي استقبل حبيبه ومحبه بكل ما يلزم. فرحمة الله على ابن قيم لأجل هذا المعنى العزيز الذي ساقه. وجاء في سحر البلاغة يقول الثعالبي وهو أبو منصور: المحبة ثمن لكل شيء وإن غلا، وسلم إلى كل شيء وإن علا. ولهذا إذا تأملنا نجد أن المحب يعطي لحبيبه أثمن الأشياء بمقابل المحبة. قال: المحبة ثمن لكل شيء وإن غلا. ولهذا إذا رأيت في حال المتحابين تجد أن كليهما يعطي للآخر روحه ويفدي بكل نفيس لأجله. قال: وسلم إلى كل شيء وإن علا. فكثير من السلاطين وكثير من الحكام يقدم محبوبه إلى عرشه ويعليه إليه، ولا سبب في ذلك إلا الحب. هذا فيما يتعلق بكلام السلف والعلماء، وفي هذه النقطة نقتصر على هذا. ثم عندنا يعني بعض المراجعة أيضا مما يتعلق بأقسام المحبة عند النظار وعند العلماء، وسبق معنا ذكر المحبة بأنواعها الأصلية، ونظمنا في ذلك قصيدة تزيد على 30. وهنا لعلنا نعرج على أقسام المحبة التي لم نذكرها في ذلك الوقت، ربما هي باعتبارات أخرى ولكن تصب في مصب واحد. وأحسن من قسمها ابن حزم رحمه الله تعالى كما جاء في كتابه الماتع الرائع طوق الحمامة، فقد قسمها إلى 9 أقسام. قال رحمه الله: المحبة ضروب، فأفضلها، وهذا القسم الأول،
محبة المتحابين في الله عز وجل، إما لاجتهاد في العمل، وإما لاتفاق في أصل النحلة والمذهب، وإما لفضل علم. فالمحبة التي هي في ذات الله عز وجل، بيّن ابن حزم هنا أن لها ثلاثة أسباب أصلية كبرى. أما الأول فهو الاجتهاد في العمل، فإنك تحب شخصا لأنه يجتهد مثلك في الطاعة، فتجده أينما ذهبت، تجده في المسجد في الصف الأول، تجده وهو صائم مثلك، تجده وهو يحج في الموسم الحج الذي حججت فيه، وهكذا. أو يصلك عنه أخباره فتحبه وإن لم تره. فإذا قلت لك إن هنالك شخص اسمه زيد، كثير القيام، كثير الصيام، كثير الصلاة، كثير الصدقة، فهكذا يبنى الحب في قلبك جهته، وإن لم تره، إلا أنك بسبب العلم، علمك باجتهاده، أحببته. أو يكون هذا الحب الذي سببه الاجتهاد من طرف واحد، أعني الاجتهاد من طرف واحد وهو المحبوب. فقد تكون أنت مقصرا في العمل، فتسمع بشخص أو ترى وتتيقن أن فلانا مثلا كثير الطاعة، كثير الصيام، كثير الصدقة، وأنت دونه، فتحبه لأنه يذكرك بهذه العبادة، وتطمع وترجو أن تكون مثله أو أزيد. قال: وإما لاتفاق في أصل النحلة والمذهب. هذا السبب الثاني الكبير من أسباب المحبة في الله، وهي أنك تحب الشخص لأنه يشبهك في التوجه وفي المذهب والمنهج. ولذا إذا سمعت بشخص في المغرب أو في إفريقيا عنه أنه سلفي وأنت كذلك، يقذف الله في قلبك حبه وإن لم تلقه وإن لم تره. وهذا له أسبابه أيضا وهي طويلة. وإما لفضل علم، فإذا أعطاك شخص علما شرعيا فإنك تحبه، وقد لا يكون ذلك الشخص موافقا لك بالكلية في المنهج، إلا أنك تحبه. هو سبب اختلافه في المنهج معك إرادة الحق، فهو قصد إصابة الحق ولكنه لم يصل إليها بالكلية. ولهذا ينبغي علينا لزاما أن نحب الحافظ ابن حجر العسقلاني والنووي وغيرهما من العلماء الأجلة الذين لا يستغنى عنهم في فهم كثير من العلم. ولهذا ينبغي علينا أن نحبهم وإن خالفونا في بعض فروع الاعتقاد. فتجد بعض العلماء وقع في تأويل صفة من صفات الله عز وجل، ومنهج أهل السنة والجماعة ألا تأويل في ذلك، وإنما تحمل على حقيقتها. نفوض الكنه والماهية والكيف، ولكن نؤمن بالمعنى والحقيقة. تجد بعض العلماء قد يؤول صفة الغضب مثلا، فيقول: الغضب هو إرادة العقاب. أو يؤول صفة الضحك مثلا فيقول: الضحك هو إرادة الثواب أو الثواب، كما حصل من هذين العالمين الجليلين في بعض صفات الله تعالى، ولكن هم لم يقعوا في هذا بسوء قصد أو لإرادة عداء لأهل السنة ونحو ذلك، وإنما اجتهادا منهم. فأنت تحبه لأنه أتاك بالعلم وبين لك كثيرا من معاني العلوم الشرعية التي لولاهم ربما وجدت صعوبة في إدراكها، فيقع في قلبك هذا الحب ليس إلا لعلم تعلمته منهم. هذا النوع الأول. ذكر النوع الثاني فقال: ومحبة القرابة. وهذه أيضا محبة جبلية، فإنك تحب قريبك وإن خالفك في كل ما ذكرنا، فتجد نفسك تنتصر إليه وتنتصر لنسبه وللقبه، فقط كي لا تشوه معه وكي لا يقذف نسبكم بسوء. وهذا حب جبلي في الناس جميعا. ذكر النوع الثالث فقال: ومحبة الألفة في الاشتراك في المطالب. فإذا كان بينك وبين شخص نفس الاهتمام ولكم طلب واحد، فإنك تحبه
تجد ذلك في نفسك، وهذه من دقائق المشاعر. ذكر النوع الرابع وقال وحب ومحبة التصاحب والمعرفة، وهذا يقع كثيرا بين من هو مسلم وبين من هو غير ذلك، فيجد في نفسه محبة، وهذه المحبة ليست شرعية، ولكن جمعه مع ذلك الشخص حب التصاحب والمعرفة، كأن يكون عندنا دارس للعلوم وهو مسلم مع دارس للعلوم كافر، فتجد أن بينهما منافسة أو بينهما تعاون، فيقع في قلب الرجلين شيء من المحبة الفطرية التي ليست هي شرعية ولا يؤاخذ عليها الإنسان، وهذا أيضا من الدقائق. ثم ذكر وقال ومحبة البر يضعه المرء عند أخيه، وهنا أيضا قد يكون بين الشخصين تفاوت في الدين، فتجد كافرا أحسن إلى مسلم فقير أو مريض، فيجد المسلم في قلبه نوع محبة لهذا الكافر، ولا سبب لذلك إلا أنه أحسن إليه وأبره. قال ومحبة الطمع في جاه المحبوب، فإنك تحب شخصا من الزعماء ومن المسؤولين، وهذا لا شك أنه قد يكون مذموما، قد يكون مذموما، لسيما إذا كان كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أنه السبب هو الجاه والتقرب إلى المسؤول والمحبوب. قال ومحبة المتحابين لسر يجتمعان عليه يلزمهما ستره، فقد يكون بينك وبين شخص سر لا يعلم به إلا أنت وهو، فتجد أيضا في نفسك تحركا في قلبك تجده جهة هذا الإنسان ولا سبب في ذلك، فأنت لا علاقة لك به ولا صلة إلا أنه علم شيئا أنت تعلمه أيضا. فسبحان الله كم هو دقيق ابن حزم رحمة الله عليه. قال ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر، وهذا هو محبة الرجل فيما يتعلق بجنسه، فكثير من الناس يحب مثلا يكون من الفساق عياذا بالله، سأل الله السلامة والعافية، فتجده كثير الزنا فيحب عاهرة ليس إلا لأنها تشبع غرائزه فيفضلها على غيرها. ومحبة العشق التي لا علة لها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس، وهذه المحبة مر بيانها بتفصيل، وهذه آخر المحبات التي ذكرها رحمه الله، فجزاه الله خيرا على هذا الفهم الثاقب الدقيق للمشاعر وأحوال القلب في باب المحبة. ثم قال فكل هذه الأجناس منقضية مع انقضاء عللها، وزائدة بزيادتها، وناقصة بنقصانها، متأكدة بدنوها، فاترة ببعدها. قال فكل هذه الأجناس أي التسعة التي سبقت منقضية مع انقضاء عللها، فالمحبة في الله إذا ذهب السبب الذي جعلها في الله تذهب، والمحبة في القرابة إذا سار ذلك الإنسان بعيدا عن كونه قريبا فإن المحبة تذهب، وإذا كان الحب الذي بسبب الاشتراك في المطلب ذهب ذلك المطلب والهدف ذهبت المحبة، وكذا التعارف والصحبة والسفر، وكذا البر، وكذا الطمع في جاه المحبوب، وكذا السر، فإذا فشي وانتشر ذهبت المحبة التي هو كان سببا لها. وأيضا إذا ذهبت العاهرة وانقضى يعني انقضت منه التلذذ وانقضى منه التلذذ بها وذهبت وعدمت ذهبت المحبة، وكذا ما ذكر في باقي المحبات. وكذا محبة العشق التي لا علة لها، فإنه إذا تدمرت وتكسرت ولم يعد لها ذوق ولا سبب ولا جاذب فإنها تذهب، وكذا تزيد إذا زادت الأسباب وتنقص إذا نقصت الأسباب ونحو ذلك. وابن قيم رحمة الله عليه قسمها إلى خمسة أنواع، وخصها هنا يعني أيضا بكلام مختصر رائع
وله في ذلك في مواطن كثيرة من كتبه تجد شيئا من التفصيل، ولربما وجدت ما هو أشد اختصارا مما سنقوله. فهو جعلها في الجملة بتصرف إلى أولا محبة في الله، ومحبة ما يحب الله، ومحبة مع الله وهي المحبة الشركية، والحب لله وفي الله وهي من لوازم محبة ما يحبه عز وجل. ثم ذكر نوعا خامسا فقال المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام، ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته. ذكر هذا في الجواب الكافي. وهنا في قضية المحبة الخامسة وهي المحبة الطبيعية، لا شك أن ما ذكر من أمثلة قد يصرف إلى محبة شرعية، بل كل المحبات الطبيعية قد تصرف إلى المحبات الشرعية، وذلك بتحويل النية في الحب. فالذي يحب شيئا من الماء أو يحب الماء، فالعطشان الذي يحب الماء إذا نوى بشربه التقوي على طاعة الله صارت المحبة شرعية، وكذا الجائع، وكذا الذي يريد النوم، فإذا أراد ونوى بذلك النوم الاستيقاظ لصلاة الفجر أو قيام الليل، فإنه تصير المحبة من كونها طبيعية إلى محبة شرعية. وأما الزوجة فأيضا فإنه يجتمع فيها الحبان لا بد، وإلا لم ينجح الإنسان في ذلك، الحب لأنها صالحة والديانة، والحب الذي هو بسببه يقضي الوطرة والذي جعله الله فطريا في كلا الزوجين، وكذا الولد. وهذه لا تذم حتى وإن جردت من النية الشرعية، فإذا كانت فقط جبلية بشرية فإن الإنسان لا يلام، لأن الله وضعها في قلبه رغما عنه، فهو لا يجد لها دافعا. وذكر الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة أقسام المحبة كما يعني يراها، فجعلها في الجملة نوعين، فقال المحبة ضربان طبيعي وذلك في الإنسان وفي الحيوان، اختياري وذلك يختص به الإنسان. ثم قسم النوع الثاني فقال وهذا الثاني أربعة أضرب، أولا للشهوة، وأكثر ما يكون بين الأحداث أي بين الشباب وبين من هم في صغار السن، لأن الإنسان إذا كبر وصار في فترة الشيخوخة قل دافعه وقل نشاطه ولم تنشط نفسه للشهوة كما كان في فترة الشباب. ثانيا قال للمنفعة، ومن جنسه ما يكون بين التجار وأصحاب الصناعة المهنية وأصحاب المذاهب. ثم ذكر الأصفهاني ثالثا فقال مركب من الضربين، كمن يحب غيره لنفع وذلك الغير يحبه لشهوة. وهذا أيضا التفات دقيق إلى علاقة الحبيب بمحبه، فكثير من الناس تجده يحب شخصا لمصلحة دنيوية، مصلحة في وظيفته أو في استرزاقه ونحو ذلك، ولكن الثاني يسدي له الحاجات ويلبيها له ويقف معه، إلا أنه يحمله على ذلك تشهيه والشهوة. ثم ذكر المحبة الرابعة فقال التي هي من الصنف الثاني، فقال للفضيلة، كمحبة المتعلم للعالم، وهذه المحبة باقية على مرور الأوقات، وهي المستثناة بقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالذي علمك تحبه شئت أم أبيت، وهذه المحبة باقية دائمة، لأن فضلها عظيم جدا لا ينافسه فضل. فكثير من العلماء كان سببا في نجاة بعض الشباب وخروجهم من الكفر إلى الإيمان، فكيف ينسى هذا الفضل؟ ثم ذكر وقال وأما الضروب الأخر فقد تطول مدتها وتقصر بحسب طول أسبابها وقصرها. وهو تماما يعني خاتمة القول عند ابن حزم عندما ذكرنا أن تلك
الأجناس تنقضي بانقضاء الأسباب، وقد تزود وقد تزيد وقد تنقص وقد تؤكد ونحو ذلك. ونقف عند هذا القدر حتى نشرع في البيت 64، ألا وهو قوله: أخو صلاح وأدب، ذو حسب وذو نسب، والعلم عند الله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.